أهلا بيك، أريد أعرف بداية حياتك وحياة الكلية. يعني لكل فترة زمنية إلها حياة تختلف، خلنا نسمع أنت بوقتك شلون كانت الحياة بالكلية وشلون أنت كنت تتصرفين. تفضلي. شوفي، بداية حياتي هي طبيعية مثل أي بنية. عائلتي زينة الحمد لله والشكر، ويعني احنا أبونا موظف، وأني وأخواتي وإخواني خلصنا يعني حياتنا بالدراسة، ما عدنا يعني نفكر بالزواج. أني أول وحدة من أهلي دخلت للكلية. أخويا اللي قبلي هو أكبر مني يعني عاد السنة، فأني دخلت سبقتهم. من دخلت الكلية أول سنة أنا بتعامل ويا الولد والبنات مثل أخواني وأخواتي، يعني عادي أني أحكي وياهم وأسولف وياهم. هذا الموضوع يمكن كان بوقتها يعني ينتقدون بنية إذا تسولف وتشاقة ويا الولد ويا البنات، يعني يقولون جريئة عليها. أنا ما أشوفها جريئة، أنا أعرف أحكي وياهم، يعني أسولف وياهم بحدود مثل اخواني واخواتي. هذا الشيء سوى لي مشاكل باول سنه بالكليه، بعدين فهموني ثاني سنه، فهموني يعني هو مو كل القسم، يعني اللي احكي وياهم متفاهمين بس الضد. الطالب المرحلة الأولى بالقبول بالجامعة هو منتقل من مرحلة المرحلة الإعدادية اللي بيها روابط وقسرية وسطوة أهل إلى مرحلة فيها درجة كبيرة من الحرية، فبالحقيقة هو يكون بحالة تخبط، هل هو ناضج بما فيه الكفاية وكبير وإلى حق بعلاقات أوبن مفتوحة، أم يبقى في مرحلة الجمود والانكفاء. فمن خلال يعني عملنا بالجامعة احنا نلاحظ مختلف الشخصيات، فيهم الطالب المنزوي، فيهم الطالب اللي محدد بعلاقاته، وفيهم الطالب المندفع وفيها مرات شيء من التمادي. الحقيقة احنا ما نحكم انه هذا صح او خطأ او خطأ صح او خطأ، وانما يعني نتوق ان تكون النتائج طيبة، انه ما يحدث احتكاك، ما يحدث إزعاج متبادل، وما يحدث قبول على علاقات هي بالأخير غير راكزة غير مستقرة، نتائجها فيها حرج على صعيد أنه النظرة الاجتماعية من المحيط أو العواقب المستقبلية. فهل هذا تقولين هو صح أو خطأ؟ هو ليس صح أو خطأ، لكن بالحقيقة طلبة الجامعة يحتاجون بالبداية أول ما يدخلون الجامعة إلى محاضرات إيضاحية ان العلاقات، انت كنت في اعداديه كلها بنات او اعداديه كلها ولد، حاليا اكو لا كلا الجنسين موجودين، اكو حدود للتفاعل، العزله والتجنب فشي غير محبب، لكن الانفتاح والاقبال والدخول بعلاقات عميقه وقويه وصريحه اكثر من الحد المقبول كذلك غير صحيح. إذن لا ندين الطالب، وإنما نقول هو بحاجة إلى أن الشخص يوضح له ماهية العلاقات في الجامعة كيف يستثمرها. قرار الارتباط هو كان منك أنت شخصيا بثق، يعني بقناعتك أنت الشخصية، بعدين شنو أدى هذا القرار؟ يعني هذا الشخص شو قصتكم؟ شلون كانت معاناته؟ وصلت لنجاح أو لا؟ فبالمرحلة الثانية لا، اختلفت نظرة القسم إلي، عرفوني أني شنو، حتى اللي كان يظن بي غير شيء. الحمد لله يعني حياتي أول سنة وثاني سنة بالكلية زينة. يعني بعدين تغير الموضوع، بعدين أكو شخص إحنا بالسنتر مال الكلية كنت دائما أشوفه، هو نظراته إلي يعني تختلف، نظرات إعجاب أنا اللي فهمتها، وأني هماتين عجبت بيك، مظهر شكل، هو من غير قسم. ما صارت لنا فرصة إنه نحكي، بس بعدين يعني هو حاول دز وحدة من يعني قسمه ما أعرف أني، فقلت لي بالموضوع، قلت لي فكر بالموضوع، الولد نيته زينة بس هو يعني إذا يتقدم أو شيء بعد التخرج بس هسه لازم يتعرف عليك يحكي وياك. هاي أنا جيت متخوفة، و القريبين علي ما قلت لهم صديقاتي، قلت البنت خالتي هي من يعني قريبة علي وتقريبا بعمري، هي أقل مني بسنة، وهم هي بالكلية، وحتى مرات أنا أروح لها بقسمها، ويعني صداقتي بها قوية.
فالمية قالت لي يعني حاولي شكوا بيها انه تتعرفين عليه تحكين وياه، اكيد يعني انت ما مسوي شيء غلط شنو يعني. شوفي الحب حاجة لدينا من نعومة أظافرنا إلى أن نموت. من الإنسان اللي متوقع أن يكون يحب وينحب في عمر يعني سنوات الدراسة الجامعية اللي هو يعني شلون يقظة الشباب، عنفوان الشباب، مرحلة الجمال والقوة والصحة، الشاب والشابة والطالب والطالب يتوق أن يكون محبوب ولديه حبيب. لكن السؤال ما جدوى كم من هاي علاقة الحب تدفع نحو النجاح، نحو بناء مستقبل حقيقي، وكم محتمل تدفع إلى إخفاقات أو خيبات، أبسطها هي الخيبة النفسية. فنحن يعني أول شيء ما نقدر نحدد قانون معين نشجع الحب أو لا نشجعه، وإنما ندعو إلى درجة عالية من الاتزان والتأني وعدم الاندفاع. هذا البوش الاندفاع بالعلاقات كلها وخصوصا في علاقات الحب غير أمر غير محبب من وجهة نظري. فحكيت وياه أني حكيت وياه، أكيد صار بيناتنا تواصل، صار بيناتنا فايبر، نسولف نحكي لحد ما قوة علاقتنا ما أثر علي أني لا بدراستي ولا هو أثر علي الموضوع. كملنا المرحلة الثالثة، بالرابعة يعني أني ظليت أفكر بالزواج إنه شلون راح يتقدم لي، شلون أحكي ويا أهلي، أحكي بهاي المواضيع وياه. هو يتهرب دائما من أحكي يتهرب، وأنا صر عصبي وصر بيناتنا مشاكل. حد ما يوم قلت له انت لازم تصارحني، يعني انت ليش تهرب من هالموضوع وليش تسده وتغيره دائما وصر نتعارك بيه؟ قال لي انه والدتي يعني هو والدته ما تفكر لها سبب الزواج، واذا تفكر فمن اقاربها. لا يمكن ان نغفل راي الابوين. اول شيء بدافع الحرص، حضرتك قلتي بدافع الحرص دوان، والمساله الثانيه لديهم من الخبرات والتجارب قد يرون ان البنت او الولد هم غير مدركين بمدى صلاحية هذا الشخص او كفاءته ليكون زوج له. واحيانا مثلا الرغبة بالزواج ان يكون من الاقرباء من القرابة اكثر من الزميلة، فهو يعني ما نقدر نشحف الاباء ونقول لا يتدخلون، وما نقدر نعطيهم صلاحيات مفتوحة أن يعني القرار والحكم لهم. أكو درجة هي من الإقناع اللي يلعب هذا الدور بها هو البنت أو الولد، إقناع الأبوين لماذا لا، هل فعلا اعتراضكم حقيقي، هل فعلا توجد نقاط أنا غير منتبه لها، يعني شيء من التفاهم والإقناع والتسوية. فلسنا مع رأي الأبوين ولسنا يعني أن يكون لهم الرأي الحاسم، ولسنا بمثلا ندعو الى انه فري ان تتزوج بدون العوده الى ابويك، هذا غير صحيح. تلاعبت وين شخصيتك؟ ليش اجيت حكيت وياي؟ وليش انا صار لي هاي السنه الثانيه؟ ليش ورطتني؟ وانا تعلقت بي يعني. قال لا بالعكس انا اريدك وهاي، بس احنا اذا نريد شيء لازم نحاول ولازم نصبر. هذا الحكي تخرجنا من الكليه، طبعا اهلي هم ناس واعين وهاي ما يعني جبروني انه اتزوج او هاي، لا عادي يعني بيت اهلي اذا يصير شيء او هاي نطلع سوية، هاي حياه طبيعيه. بس انا باقيه وياه على تواصل، ما اشوفه الا اذا اشوفه بمكان يعني يكون اهلي موجودين، هو يجي بمكان من بعيد اشوفه، لان تعرفين جيت بالكليه يعني اشوفه على طول، هسه ظليت ما اشوفه، وهذا الشيء خلى بيناتنا اشتياق اكثر. قلت بلك الله هذا يأثر عليه حتى يجي يتقدم. بقينا أنا أقول لك تخرجت 2013 ل 2017 خمس سنوات وإحنا على هذا الوضع، إنه أمه تتعارك وياه وأمه ما تقبل، تريد لفلانة وعلانة، وأنا باقية بهاي العلاقة اللي أثرت على نفسي وعلى صحتي وتمرضت وصارت صحتي على قدي يعني، وأهلي ما يعرفون شنو السبب، بس بتخالتي تعرف. عزيزتي هي مو مسألة تعارف، هي مسألة عواقب بناء الأسري والزواج غير الحب. مسؤولية، هاي مسؤولية الجانب المادي، الصرف، يعني عبء اجتماعي. على الأكثر المرأة تواقع للاستقرار، والطالبة أو الشابة تريد الاستقرار، الاستقرار العائلي فاميلي. فهل الشاب ما بعد التخرج أصبح مكتفي ماليا؟ لديه عمل؟ هل هي لديها مدخلات مادية؟ وافترضي أنه أكو مدخل مادي، أكو إمكانية مالية،
هل يعني ايش نسميها ثقافة الزواج، إدراك ماهية الزواج موجودة؟ يعني هل الجميع يعون ما هو الزواج؟ الزواج غير البرقة الحفلة والنادي واللبس والبدلة والغيرة، أكو مسؤولية أخرى، الإنجاب، الصورة المجتمعية، أكو مشكلات الإنسان يتعرض لها بحياته فيحتاج شريك حياة حقيقي يتحمله. فهي إذا تقولين ممكن، why not، لماذا لا يتزوجون؟ حتى أثناء الدراسة الجامعية المسألة مسألة الاستعداد، والاستعداد فهم الموقف هو، والاستعداد المادي، التمكن، النية الحقيقية، هل الشخص فعلا ناوي على شراكة حقيقية؟ وهذا أكثر شيء يدان به الشباب أكثر من الشابات حقيقة، الطلاب أكثر من الطالبات. صديقاتي هاي يدرون بس هم يعني مو من النوع اللي مثلا يجون للبيت وهاي، في الموضوع بينات أنا وبتخاطي يعني دائما نحكي بين حاول نلقى حل، ماكو حل لحد ما أنا يعني كلش دهورت صحتي وصارت عندي يعني التهابات بالكبد، وهاي تعرفين يراد لها علاج ويراد لها وقاية ويراد لها إن واحد نفسيته أحسن، فقلت له كل واحد يشوف طريقة، أنا اللي اختاريت هذا الشيء. هذا ليس جرم، يعني ما فعلته ليس خطأ ولا جريمة، كلنا نأتي بخلفيات فكرية معينة، بعض الأسر تربي أبنائها على الانفتاح، بعض على التزمت، المرحلة الأولى هي مرحلة تعارف، خصوصاً أنهم يدامون تقريباً بعد شهرين، يعني فترة جداً قليلة يلتقون بها، فبديهي تحدث ها بعض الأزمات، إقبال شديد، تراجع، انكفاء، لا توجد صحبة أحيانا حتى ما بين الطالبات نفسهم أو ما بين الطلاب، بعض الطلاب يحس نفسه هو كبير بالعمر، كبير عن أو أصغر، فهذا كلش طبيعي، فما نعتبره خطأ ولا جريمة ولا فشي يستحق أنه تعاب عليه، وإنما جدا نورمال، بدأت بداية معينة وبالمرحلة الثانية تحسنت الصورة وأصبحت يعني جيدة. أكيد بعد الخروج من علاقة صعبة لازم واحد يغير، وممكن يختار صح أو ممكن لا، أنت شنو اللي سويتيه اختاريتي صح بعدها؟ بصراحة ندمت على هذا الموضوع يعني، لأن أنا رأيت وتسرعت وما أدري، المهم فهو ما قال لا، قال أنت مدام تخليتي أنا هماتين يعني شوفي طريقك. المهم أنا ظليت فترة علاج وهاي، بعدين ورا سنة يعني تقريبا الحمد لله صرت أحسن، صحتي أحسن. أنا خلال هالفترة إيه يتقدموا لي ناس يعني، بس أهلي شنو يعني كيفي أنا شنو أقول، ما يقولون لا. فتقدم لي شخص يعني هو أقارب من بعيد، وهو ما عايش بالعراق، عايش بالسويد، ويعني يجي فترات هنا ويروح، فهو يعني قالوا أنه يريد له بنت الحلال، يريد له من العراق. اختيارك للارتباط بهذا الشخص جديا اليوم كان عن طريق يعني لأسباب شخصية، قدرتي أنه تتعايشين، قدرتي أنه تنجحين بهذه العلاقة، شلون كانت علاقتك بهذا الشخص؟ أنا فكرت بأنه أحسن إلي، لأنه أنا بعدني متعلقة يعني بذاك الشخص، وأحسن أنه أطلع من العراق كله أحسن حتى أنسى، فوافقت بدون أي شيء، بدون أن ما أعرف أي شيء، قلت لهم إيه أنا موافقة. غير صحيح أنه نعالج الانكفاءات النفسية، المشكلات، العوائق، الصدمات بدخول فج وسريع وغير مدروس، يعني مسألة وداويها بالتي كانت هي الداء غير صحيح، خصوصا في هذا الوقت في هذا الزمن، يعني علاقة فشلت كأنه دخلت عملية جراحية صعبة، أعطي وقت لجراحك تندمل، أعطي لعقلك يعني فترة من الاستراحة، هي ليست مسألة ثارات، أنا فشلت في علاقة فلا بد أن أدخل بعلاقة سريعة، وبعضهم يعملوها لأجل الثار والانتقام من الشخص الآخر، وهذا غير صحيح، يعني حياتنا ومصيرنا هي مو مجال نخوض به تحديات مع الآخرين على حساب حياتنا ومستقبلنا، غير صحيح تماما. فغير صحيح أن الشخص يخرج من صدمة عاطفية ويدخل بعلاقة سريعة أو بديلة أو حتى انتقامية، غير صحيح. الظروف تحكم، صلابته النفسية، إمكانيته بالنسيان، وعيه بذاته، وعيه بالحدث، فما يوجد زمن محدد، يعني هي مفلاونزا وبثلاث أيام تشفى أو ما بعد العملية 21 يوم،
هذا جرح نفسي، بعضهم يتأقلم باليوم الثاني، بعضهم سنة يحتاج، فالوقت غير محدد حسب دفاعات الشخص. فتفاجئوا أهلي يعني بعد هاي السنوات كلها وأني واي أعارض أو واي طلع أسباب، فبابا قال مدام هي اقتنعت بالفكرة يجوز خلي بالبداية خلي يجي الولد ويشوفها. فهو على ما يجي راد لفترة فقالوا أنه نقرأ الفاتحة بالتواصل، يعني فتحوا موقع وهاي، يعني ما أعرف الجد بالهاي، بس إخواني يعرفون وأهله وأهلي جونا مجتمعين وهو موجود يعني كان، فقرأنا الفاتحة ما صار عقد بس قراءة فاتحة. فبابا قال هاي استغليها احكي وياه حدود، وانت بنتي وانا مرباية وتعرفين شنو الحدود. والله ظلت احكي وياه اسولف وياه، شخصية حلوة تفكيرها يختلف عن يعني الاشياء مثلا احنا اذا عدنا هنا هم ما عندهم هذا الشيء، هو من زمان طالع فتفكيره متفتح يعني ناضج، حسيته هو اكبر مني، هو اكبر مني بهواي سنوات، وحسيت انه راح يغير من تفكيري وفرحت انه لقيت هيك انسان بلكي العوض بي. يعني الا من خارج البلاد واذا من غير وغير محافظه، يعني هل بالامكان؟ لا، هذا هروب فول، هروب يعني هروب غير مفهوم. انت دخلت في علاقه مع شخص واحد بسببه او بسبب العائله او الظروف فشلت هذه العلاقه، ما انقلبت الدنيا، ما انقلبت الدنيا. اعطي لنفسك وقت واختار الانسب. مساله الزواج مع الشخص المقيمين برا، يعني هي بدت طبعا بالتسعينات هذه الازمه واستمرت لحد الان. الشخص المجهول لا يحبذ الاندفاع له، لابد من معرفته يعني حاليا من ذات منطقتك ومن أقربائك، وتكتشف به ما تكتشف. فكيف شخص مجهول؟ كيف شخص؟ ومسألة التعارف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنا ضده تماما. ما ابدا مو صحيح، لأن ستي كثير ما تحدثين زميل عندك لمدة سنة معاكي وبعدين تكتشفين ما يصدمك، فكيف شخص مجهول في بلاد أخرى لا أعرف عائلته لا تربيته لا نشأته أسباب خروجه؟ قد يكون قاتل، قد يكون مجرم، قد يكون مضطرب نفسيا. شنو هالحكم على شخص بالغيب يعني يتواصل معي عبر الأثير؟ فغير صحيح التعارف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغير صحيح توثيق العلاقة والوصول إلى خطوبة أو زواج، غير صحيح، صحيح تماما. فاجا ورا فترة يعني اجا وسوينا عقد سيء، وانا هماتين ردت عقد محكمة، وابوي هماتين قال انه حتى نضمن انه كل شيء يصير، فسوينا عقد محكمة وعقد سيء. وبس هو قال حتى انه شلون انه انت تنضمين الي يعني سفر وهاي راد لها وقت وهاي معاملة واجراءات وهاي، فراح يتأخر الموضوع عادي. يعني قلت ماكو مشكلة، ايش قد يتأخر؟ قال لي حد أقصى يعني يبقى سنة كاملة، فخلال هذا السنة احنا نبقى نفس الشيء، انا اروح واجي وهاي. انا قبلت واهلي قبلوا، ما عندهم مشكلة. خلال هاي السنة هو يروح ويجي، بس هو كان يصر على انه احنا نتزوج هنا، يعني خلي يصير هنا زواجنا، خلي نأجر لك بيت يعني قريب على اقاربه لان هم اهلك كلهم هناك. أنا كنت رافضة وعندي خوف، ما أعرف ليش كنت خايفة إنه إذا أتزوج أخاف يروح، وأنا مو يعني شلون تعلقت بتفكيره بنضجه، ما حبيته هو كشخص. قلت يجوز بعد الزواج من أروح هناك بعد ماكو بس هو، فراح أحبه أكثر. إي صح يعني تعرفت وحكيت وياه وهاي الفترة كلها، يعني صح يولد إنه أكو مشاعر اتجاهه، بس مو مثل أنا مقرب علاقة سنوات، ومو مثل ذيك علاقتي بذاك الشخص. المهم هو كل ما يجي مصر على إنه نتزوج هنا، فصارت مشاكل بيناتنا، وصراحة يعني كنا ما نعرف ليش شي يريد يجي شي. فأنا طلبت منه إنه أتواصل، أنا كنت منه أتواصل ويا أهله أو أمه أخواته أبوه عن طريقه هو، من خلال تلفونه، من اتصال على يعني اللابتوب أو بالتليفون، هم يطلعون يسلمون عليه يحكون وياي وبس، بس ما عندنا أرقامهم أو تواصل وياهم. وبابا أصر إنه يحكي ويا والده أو والدته أو أحد رقم من يمهم، هو ما أنطانا أي رقم.
بعدين أبويا راح للأقارب اللي هم حسينا ورطونا، لأنه هذا الولد إيش يصر إنه لازم نتزوج هناك، أخاف عنده شغلة هناك، أخاف نتزوج، يعني هيك شي ظلينا نحسب. وهم هناك مو مثلنا، مثلا إحنا عندنا هو يعني جنسيته من هناك يختلف، يعني مو مثل هنا مثلا إذا على الجنسية القديمة مكتوب أسماء الزوجة وهاي الأشياء، فما نعرف أي شيء. وبابا قال إذا ماكو أنا أروح يعني شلون أسافر، أو شلون أروح أشوف شلون السفارة مالتهم، أو أدز أحد، يعني ظلينا حايرين شلون يعني نعرف أكو شي غلط بالموضوع. رحنا على أقاربهم قالوا إحنا ما نعرف، ولا عمره قال إنه هو متزوج، فهذا الشي لا تفكرون بيه لا تظنون بيه الولد ما كان يعني متزوج. بعدين اني قلت ليش خلي بدل هذا الشك، وخاف اظن بحرام يعني، فخلي اقول له. فقلت له هو حلف لي، قال لا انا ما متزوج، واصلا اذا تزوجت هنا مستحيل اقدر اتزوج بغير مكان، او هاي او انه انا مسوي معامله حتى لم شمل انه انت تجين، فشلون اسوي معامله وانا متزوج؟ قلت له ليش انه تصر على الزواج هنا؟ قال انا اريد هيك شيء. انا ما مقتنعة الصراحة، وخايفة انه اخاف نتزوج هنا ويعوفني، فلهذا ما كملت وياه. قلت له تخلص المعاملة واني اجي هناك نتزوج انا وياك هناك. هو ظل يماطل، وظل الموضوع اكثر من سنة عديت، ويعني حسب يقولون الاجراءات 6 شهور او سنة مو اكثر ويروح، لان انا مو قاصر والاوراق كلها صحيحة مالتي، ورحت المحامي ورحت يعني انا سألت وابويا سأل. ما يتأخر أكثر من شهرين أو 3 عبر السفارة أو سنة، ومرات ما يعطون موافقة. بالفترة الأخيرة أوروبا جدا شددت إلى الاتحاد الأوروبي. شوفي، الزواج مسألة مصيرية أكثر من العمل. يعني نزار قباني في أحد القصائد يقول كالموت والحياة نقطة جدا فاصلة، فما تتحمل الاحتمالات؟ هذا الشخص جود، لا جيد أم غير جيد، أنجح معاً لا. أحياناً نحن ندخل بضمانات 99% وتحدث 20% خيبة، فكيف إذا كانت العملية كلها مبنية على المجهول، على الاحتمالات وعلى الأماني؟ ومسألة الشروط قلتي عليها، شروط جداً مهمة، ويفترض الشروط أن تعرض ابتداءً في بدء العلاقة أو بداية الخطوبة. يعني الوضوح هو المهم للطرف الآخر وللشخص ذاته. أقولها مقولة يعني معروفة، هي الإمام علي عليه السلام، يعني يقال إن هي للإمام علي عليه السلام: إذا أتتك المصائب فاجلس لها. عندما تأتي المصيبة، المصيبة قد تكون فقدان شخص عزيز بالموت، أو فشل بالدراسة، أو خسارة مالية. هو ما حصل ما حصل، ما ممكن تصحيحه، وإنما كيفية يسموه ترميم النفس، كيف أرمم نفسي. ومسألة لاحظت أنه حضرتك تجمعين ما بين الصدمة الأولى والصدمة الثانية، هذا مو صحيح. أنه إحنا نراكم، نجمع كل الصدمات ونخليها في باكج واحد، في حقيبة واحدة. لا، هي ترى أنه نفسها هي في خيبات متتالية، خيبات عاطفية متتالية، وهذا طبعا مو صحيح، مو صحيح. هذا كبعد تم في فترة زمنية وانتهى، حقبة وانتهت، وإن شاء الله أن تنخطب وتفسخ، فما تعتبر علة كبيرة، علة كبيرة. خصوصاً حالياً يوجد وعي، كثير من العوائل تحصل فيها هذه المشكلات، كثير من البنات يتعرضون إلها، فمو نهاية الحياة. فالتماسك، التوازن، الابتعاد عن الارتجالات بالعلاقات، إيجاد منافذ عمل، جمع المال، بناء مستقبل معين. فلهذا انا كنت خايفه من يمه، وخايفه لا انه يعني يتزوجني هنا، هو مصر على الزواج هنا، فوانا مصر على الزواج هناك، وهذا الشيء خلاني انه انفصل عنه. بس الانفصال عنه كان صعب، احنا عاقدين ومتزوجين هنا، ومن حكيت وياه من حكيت وياه بالزواج يعني بالانفصال هو رفض، وبعدين لازم يجي هنا حتى ننفصل. هو قال ليش ما اجي نتزوج، ليش ننفصل، ليش تريدين تعوفيني، ليش؟ قلت له انا يعني ما مرتاحه للزواج من الاخير. اجي هنا حاول يقنعني بالزواج، ما قبلت. انا قلت له اذا نتزوج هناك ومصر على هالموضوع اشوف هذا حقي. فانفصلنا هنا، بس بقت المؤخر مالتي ما انطاني اياه، فيعني هاي معاملتنا وهاي اجراءاتنا لحد هسه.
لأن هو برا بس صار انفصال وصار محكمة وصار إنه لازم يعطيني المؤخر، واتفقنا إنه هو اتفق إنه وي بابا كان وكيلي بإنه ينطيني إياه يعني، بس شلون دفعات شوف شلون هم بيناتهم. بس اللي هسه أنا ما أخذته، هو أكيد يعني هو بذمته يبقى حتى لو ما أعطاني فحرام عليه. بس هو الرجال يعني واحد يحكي له الله، هو ما يعني قال ما أنطيها وباقي حتى هسه على تواصل وياي. والحلو انه مو مثل هنا، يمكن بعد اي فسخ خطوبة او طلاق او هاي يعني انه شلون تصير عداوة بين الاثنين، لا هو يحكي وياي بكل اخوة وعادي ويتمنى لي الخير، واذا احكي وياي ينصحني بشي يعني كسبت اخ الي. واللي عرفته ما اعرف قالوا ينطوني نصف المؤخر لان ما صار يعني زواج يعني رسمي، فما اعرف بعد هو واعدنا بهذا الشيء وبعد ما اعرف. بس انا اريد اعرف شنو الضمان الي حتى انه المؤخر مالتي اخذه. انا ما اعرف القانون او المحكمة يعني شنو صار او شنو الاجراءات، بس انا اللي عرفته من بابا انه قال انه هو اتفقنا وراح ينطيني شو وقت هاي ما اعرف، بس هو على مود حقي يعني. هو التأني ثم التأني ثم التأني، وبصراحة هو ليس من المعيب الخجل. ابحث ريسيرش، ابحث عن الشخص الملائم لك واسعى له. وهاي مسألة الانخداع بالبريق مو صحيحة، أو الفرصة الآنية السريعة، لا توجد فرصة سريعة إذا ما وراها عواقب جدا وخيمة. فالتأني والانتظار والإقبال على الفرصة اللي هي فيها ضمانات وليس يعني ما نقول عليها تسلية أو فرحة زائلة أو حل آني، لا غير صحيح. هذا دائما أسأل بكل حالة وبنهايتها أنه المرحلة القادمة، أو أنت عبرتي مراحل، فشنو القادم؟ شنو تفكرين؟ شلون قدرتي تتخطين كل هذا التعب حتى تبدين حياة جديدة؟ شنو أفكر أنا؟ يا سؤالك حلو يعني، وايد يقولوا لي أنت يعني مريت بتجارب صعبة، ويمكن انا سرعت يعني بهذا اختيار الثاني، وفعلا انا سرعت، ردت انه بس اطفش اطلع من العراق، وهذا غلط، انا لازم اواجه. والله انا هسه حاليا يمكن اكو ناس ما راح يعجب اذا اقول، بس انا ما رحت لا طبيب نفسي ولا رحت الشيء، انا اتابع على اليوتيوب هواي ناس بالتنمية البشرية، وانا انسانة مثقفة وقدرت اوصل وصاحبة شهادة، فعالجت نفسي بنفسي. هسه يعني شلون افكر بالعمل وافكر بالمؤخر مالتي، اشوفه هو حقي حتى افتح مشروع او بشغلي يعني بوضع يعني بشهادتي انه اشتغل، وافكر بالعمل بس ما افكر بالارتباط. والارتباط يمكن ارتبط الا شخص اعرفه بس اضمن يعني ما ابقي هيك سنوات على شيء يعني انتظر شيء غلط، لازم انتظر شيء صحيح. أنا بدي أنه يحصل توجيه وتثقيف إعلامي مكثف للعوائل العراقية. مسألة الزواج للأعمار الصغيرة غير صحيح، تزويج البنات والأولاد بأعمار صغيرة، خصوصا إذا ما توجد قاعدة عائلية أو مالية. يعني الأب الغير ميسور كيف تدفع ابنك للزواج؟ وماذا بعد الزواج؟ وماذا بعده؟ البنت أكثر شيء يعني أنا أشوف أنه مسيطر عليها. يعني المرأة تحب الدلال، تحب الماديات، بالإمكان أنه تعوض. ودائما البنت تأتي إلى الزواج وهي ناضجة، تعرف مهامها متطلباتها وإدارة البيت. العلة لدينا في الأولاد يعني الشباب، الشباب يعني نضج قليل، كأنه موضوع الزواج هو موضوع ارتباط جنسي لا أكثر ولا أقل. وللأسف بعض الآباء والأمهات والأهالي يصفقون لهذا، وهذا غير صحيح. أهلا بك أستاذ أحمد، اليوم نتكلم عن مواضيع مهمة وهي عن عقد الزواج من شخص خارج العراق، شلون يتم وإجراءاته قانونية. تفضل. حياكم الله وتحياتنا لقناتكم الكريمة ولبرنامجكم. الإجراءات اللي شخص خارج العراق تتم بطريقين، يا أما هذا الشخص اللي خارج العراق يجي للعراق وهنا يعقدون، غالبا ما شخص خارج العراق يريد يختار من بنت بلاده، يريدها عراقية يعني، فالغالب يعني يجي هو للعراق وهنا يعقدون حسب الأصول، مثل ما أي اثنين هنا يعقدون داخل العراق يروحون يتوجهون للمحكمة ويعقدون.
الطريق الثاني بأن هم اثنين أساسا خارج العراق، يعني عراقيين اثنيناتهم وهم أصلا خارج العراق. الغالب اللي يصير عندنا يا أما يعقدون عقد رجل دين أو يعقدون بالمحاكم الأجنبية، وبهالحالة راح يكون العقد مالتهم حسب قوانين الدولة اللي هم بيها، إذا هم بأمريكا حسب القوانين المدنية الأمريكية، بالسويد، ببريطانيا إلى آخره من الدول. بينما وزارة الخارجية العراقية نوهت لآلاف وملايين المرات وخال عشرات البوسترات على موقعها الرسمي، نوهت بالإجراءات الرسمية اللي يقدرون يسووها وهم خارج العراق عن طريق التوجه إلى السفارة العراقية داخل الدولة اللي هم بيها، يثبتون إجراءاتهم ويثبتون بأنهم عقدوا بهذا التاريخ وحسب المذهب اللي هم بيه عند المطالبة والميسرة أو عند أقرب الأجلين. هاي فرق بين المذهب، يعني يقدمون العقد سواء ديني أو مدني إلى السفارة وهم يسووا لهم الإجراءات، يكملون الإجراءات. لا، العقد ماكو شيء بالقانون اسمه عقد ديني، وإنما هاي مسألة عرفية عند الناس اعتقادية، لأنه القاضي اللي يعقد لهم هو مسلم. حلو. الزواج هو إشهار، فاللي دا يعقد لهم هو رجل مسلم القاضي. أنا أحكي لك إحنا كمسلمين، القاضي هو مسلم، الشهود إجهار صار، لأن داخل القاعة مال المحكمة راح تلقين عشرات المحامين، والغالب بأنه يكونوا الشهود يا أما من أهلها يا أما يكونون هم أصلاً عاقدين خارج المحكمة ويجون فقط يوثقون هذا الشيء. يعني ما يشترط القانون بين يروحون أمام رجل. لا، إحنا نحكي على خارج العراق، إذا هو كان من ديانة أخرى غير الإسلام مثلاً. شلون خارج، شلون غير مسلم يتزوج مسلمة؟ هذا الشيء ما يصير. لا أستاذ، إذا هو كانوا مو مسلمين، يعني كانوا ديانة أخرى، يعني أنت تحكي بصورة عامة اللي خارج العراق لازم يقدمون هذه العقد إلى السفارة. العقد مالتهم. نعم. العقد مالتهم اللي عقدوه داخل محكمة. نعم. بذيك الدولة. أي. حسب القوانين ما ذيك الدولة، أول إجراء يسووه يتوجهون للسفارة. نعم. العراقية. نعم. هذا يصدق بالسفارة ويثبت، ووراها يدزون كتاب للنفوس مالتهم اللي بالعراق. تمام، بغض النظر عن دينهم ومذهبهم أو 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 الإجراءات اللي سووها، لازم يتوجهون للسفارة هذا بالخارج. هسه نجي لداخل العراق، لأنه الحلقة تتكلم عن العقد من شخص هو خارج العراق. نعم. طيب، هذا الشخص إجى للعراق وصارت الإجراءات. طيب، خلينا نتكلم عن الإجراءات، هي روتينية مثل أي عقد آخر بدون السؤال عن إن هو ساكن في العراق أو برا؟ شوفي ست، الشروط اللي يوضحها قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ سنة 1959 ما منعت بين الشخص العراقي اللي خارج العراق يجي يعقد داخل بلده بشكل نهائي. طبعا. سواء مقيم داخل العراق أو خارج العراق نفس الموضوع، الغالب يجون يعقلون يروحون يسافرون لحد ما يجهز أموره وزوجته تلتحق به هناك للدولة، دول المهجر احنا نسميها اللي هو بيها. اما اجراءات العقد فهي نفسها. حاليا مجلس القضاء الاعلى مشكورا سهل الاجراءات على المواطنين، يكتبون دائما اللي يريد يعني طبعا يعقد يكتب عن طريق الجوجل مجلس القضاء الاعلى، راح ينفتح للموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى، وراها يدخل البوابة القضاء الالكترونية، رابط بوابة القضاء الالكترونية، وراها راح يروح القسامات الشرعية، عقود الزواج، الحجج، حجج التخارج، كل هالتفاصيل. التقديم يصير بها عن طريق الانترنت تسهيلا للمواطن العراقي، وبالمناسبة المواطن هو اللي يختار موعد، يعني مو هم يحددوا لك موعد، هم مجرد راح يطلبون من عندك جملة بيانات ترفقها من ضمنها الجنسية، باقي التفاصيل حسب نوع اللي تريده انت، من ضمن عقد الزواج راح تنف التفاصيل كاملة، الزوج، الزوجة، بطاقة السكن، ورا ما يثبت هاي الإجراءات. بالنسبة لعقد الزواج راح يرسلوا لك رسالة يقولوا لك فلان يوم راح تجي للمحكمة، من راح تجي للمحكمة راح تعقد، راح تدخل اللقاء. أول شيء إجراءات، أكو شعبة مختصة بعقود الزواج يثبتها الموظف المختص، آخر خطوة يروحون للقاضي، القاضي يسألها يشوفها كانت قاصر كانت بالغة، القاصر لازم وياها الولي الجبري اللي هو الأب أو من ينوب عنه. نعم. إذا في حال متوفي وراها يعقد لهم القاضي وشايفين كل الخير. والأهم من هذا أنه قبل هذا، قبل العقد، لازم فحص طبي طبعا ضروري، وأيضا محكمة تسأل عنه. والإجراءات هاي. نعم. أول ما يروح للموظف المختص، يعني هسه هو قدم إلكترونيا
وراح سحب مال الفحص الطبي وفحص، وقبل كانت تطول 40 يوم وراها 10 ايام، هسه صارت يعني بسرعه يستلمها ويسلمها للمحكمه. يسحب وياها شنو؟ النسخه الالكترونيه، هاي مو قدم عن طريق البريد الالكتروني، راح يسحب من عندها نسخه يبقيها عنده. بيوم اللي يدزوله المحكمه رساله راح يروح هو للمحكمه يبرز بيها الفحص الطبي، ويبرز وياها المستمسكات الاصل والصوره، يعني مستمسكاته ومستمسكات زوجته اللي هي جنسيه، بطاقه السكن، شهاده جنسيه او موحده، زائد صور، ياخذهن اثنيناتهم ويقدمهن للموظف المختص، يتاكد يعني موظف لا اكثر ولا اقل، يطبون للقاضي خمس دقائق ما يتاخرون. نعم. ويقول لهم شايفين كل الخير. تمام. اصرار هذا الزوج في هذه الحاله بانه يتم الزواج في العراق، وزوجة قالت لا انه لازم خارج العراق بما انه انت ساكن او مقيم برا، يعني هذا الاصرار تشوفه دافع بانه الزوجه يعني ترفع قضيه وتطلب الطلاق؟ يعني بصفتي كمحامي بصفتي محامي من خلال وقائع النسجين ومن خلال القانون العراقي، اشوف الزوجه جدا متعسفه. يعني الزوج هو من حقه بأن يتزوج هنا، ماكو شيء يمنعه بأن يتزوج بالعراق أو بأمريكا ما دام استوفى الشروط. العقد شريعة المتعاقدين، صحيح. عقد زواج حقوقها كاملة، يعني من ناحية المقدم، من ناحية المؤخر، المهر المؤجل، المهر المؤخر، نفقة الزوجة على زوجها وإن كانت في بيت أهلها من تاريخ العقد الصحيح، ما دام هو كل هاي الأمور القانونية وفى بها، فبعد يطلبها للزفاف سواء بالعراق او خارج العراق. اذا اخل باحد هذه الشروط او ما وفى بالعقد اللي هو بايده وقع عليه، ذاك الوقت تقدر تشترط عليه، اما تشترط عليه تعال تزوجني برا فمو من حقها قانونا، مو عنصرا كرجل وعنصريه رجال ونساء، لا لا لا، قانونا مو من حقها تشترط وين مكان الزفاف ما دام العقد. وان شكت بانه شكت بي اذا كان متزوج في الخارج او عنده اسباب اخرى تمنع، يعني هو اذا اراد يضم فتشي سواء بالعراق او خارج العراق، اذا متزوج وحده ثانيه يقدر يعزلها بغير بيت وهي ما تدري مين، الحجه هاي ابد ولا عذر، وانما هي تقدر تطالب بحقوقها في حال هو مقصر، في حال طالبتها بالنفقه وما وفى بيها، في حال كان العقد عند المطالبه والميسره. شنو معناها؟ نعم. دائما بالعقد يكتبون الغالب بان المقدم هو مقبوض. شنو المقدم؟ اللي هو يشمل الذهب، الاثاث، الملابس، هاي التفاصيل. نعم. اما المهر المؤجل اللي هو يسميه بالعرفي الغايب. شنو الغايب؟ اذا كان على المذهب الجعفري نقول عند المطالبه والميسره. نعم. شنو معناها؟ يعني الزوجه تقدر باي وقت وبدون اي مشكله تقدر تطالبه. ايش قد كان الغايب؟ 10 خلال 15 فتره الحياه الزوجيه، يعني ممكن تطلب من حقها اثناء فتره الحياه الزوجيه بدون اي مشكله تفتح مشروع ابد بدون مشكله، تقول له انا الغايب مالتي اريده. اما على المذهب الحنفي فعند اقرب الاجلين الموت او الطلاق، هن ذني الاجلين، يا اما من يموت الزوج والطالبه من ماله اللي تركه، او الطلاق، بعد الطلاق يلا تقدر تطالبه. للاسف الشديد اغلب الشباب العراقيين من دافع الحب، من دافع الغريزه، من دافع اسباب متعدده، من يجي يتزوج يلا خلنا نتزوج وعلى الله. يا حبيبي تعال شوف العقد اللي راح توقع على نفسك. انا مرات قاعد بغرفه المحكمه، العفو، يم القاضي. نعم. يعني اذا انتظر مرافعتي حالي حال باقي المحامين، ويفوتون شباب تشوفه بعد طالب والغايب مالته 50 مليون مثلا او 100 مليون. مره واحده الغايب مالته كان مليار. بمحاكم بغداد مليار. هاي تشوف انت امكانيته الماديه من خلال مظهره، من خلال وضعه، من خلال سنه، ما تسمح له. صحيح. فانت من تجي توقع تعال شوف شنو الك وشنو عليك. هاي الزوجه قدام رب العالمين وقدام اهلك وقدام ناسك انت ملزم بيها، من ناحيه النفقه، من ناحيه انت عقد وقعت على نفسك. يعني هذا هو موقع بدون ما يدري ايش قد الغايب مثلا؟ لا لا لا، هو يدري بس ما يدري باقي التفاصيل. يعني هل يعلم بانه المراه تستحق النفقه من تاريخ العقد الصحيح مجرد عقده وهو ملزم ينفق عليها؟ صحيح. الغالب بانه لا، ورا ما يتزوجون، لا، القانون اشترط نفقه الزوجه على زوجها وان كانت في بيت اهلها ومن تاريخ العقد الصحيح. حتى لو كانت تنفق عليها خطوبه يعني. بس للاسف احنا من المره تبدا تطالبوا بهاي الامور، ها متمرده، هاي تتطلب، هاي انت اللي وقعت،
وانت هنا رجل ولازم تكون قد كلمتك. من ارتبطت ببنت العالم وارتبط اسمها باسمك لازم تكون قد حيل. نعم. اذا ما تكون قد كلامك فلا تتزوج. يعني استاذ انت هسه تشوف انه هذا تعسفي وبانه هذا السبب الحاله اللي ذكرتيها حضرتك. نعم. هاي تعسف من ناحيه المراه يعني. نعم. ما يشترط. نعم. بالقانون بان تعال خلينا نتزوج الا برا. اني اظن يعني بانه تريد تحصل الجنسيه بهالطريقه هذه والله اعلم. زين اجراءات لم الشمل هل فعلا هي تتاخر؟ احنا طبعا هاي الاجراءات خارج القانون العراقي بس من خلال متابعاتنا. نعم. ومعارفنا وناسنا تتاخر ومرات ما تصير. ها اي ليش تتاخر ومرات ما تصير؟ اجراءات لم الشمل تتبع الدوله، تتبع الظرف السياسي والظرف الاقتصادي اللي هم بيها. الاجراءات ببريطانيا مو نفسها بالسويد. صح. بالسويد مو نفسها بسويسرا. بس الغالب بانه شو يسوون؟ يا اما هي هنا بالعراق وهو خارج العراق يدز وكاله بيد اخوه مثلا فاخوه يعقد له. القانون كفل هذا الشيء. نعم. العقد يجوز يصير عن طريق وكاله. بس الطلاق والبحث الاجتماعي ما يصير. الحل لهذا الموضوع غير لم الشمل، يعني ممكن انه يسفرها، ممكن يخرج لها اقامه. صحيح. واقامه ترى تحكي من ناحيه قانونيه، من ناحيه قانونيه هو غير ملزم يقدر يتزوجها هنا بالعراق. صحيح. يقدر هو يقولها انا اريد اعيش هنا، انا رجعت عفت الخارج واريد اعيش ببلدي. من حقه. يعني هي زوجته على موده هو لو على مود الخارج الجنسيه مالته. هي هنا المساله. هي هنا اللي تفتح باب الشقاق والمشاكل ما ملزم هسه هو يعني لو تروح توكل عشرات المحامين القانون هو واحد. الزوج من حقه يتزوج هنا او هناك. ومن ايضا يقدر يحل الموضوع بانه يسفرها. طبعا يقدر هو ظاهر ما يريد. يعني هو اسبابه الخاصه ما هي حتى هي معرفتها للاسف. هي معرفه الاسباب. بالحاله اللي ذكرتيها حضرتك هو ظاهر ما يريد يسفرها. يبقى هنا الزواج وهذا اكيد حريه اختياره طبعا. هي ما وافقت عن هذا الموضوع. هو المفروض يخلوه كشرط استاذ يعني برايك كمحامي تخليه بعقد الزواج؟ يجوز نهائيا. ما يجوز العقد معلق على شرط نهائيا. نعم. اتزوج بس لازم كذا. هاي الامور عرفيه تصير يعني. سوالف بس بالعقد ما يصير. العقد يستوفي شروطه وابد. نعم. غير هذا ما يجوز. طيب. استفرني الا تكتب لي الشركه الا كذا. هاي ما تثبت بالعقد. اللي يثبت هو الحاضر والغايب سواء كان مقبوض او غير مقبوض ومستوفي العقد شروطه من ناحيه السلامه العقليه والبدنيه هاي التفاصيل. طيب اجراءات الانفصال طبعا هي وكلت محامي بهذا الموضوع ومشالها بالاجراءات ويعني تتطلب وجود الزوج يعني اللي راح يصير. أي. اذا تشوفنا اذا تشوف هاي الحلقه الاخت العزيزه اللي راح يصير بين راح ترجع له الاول والتالي كل اللي صار يعني صراحة. راح ترجع للأول والتالي لان هذا يصير تفريق قبل الدخول. هنا هي ايش تسوي؟ هم هسه عقدوا، هي تريد تفسخ وما عندها اسباب حقيقيه ما عندها، بالتالي هي مجبره بان ترجع له كل اللي استلمته من عنده ويصير فسخ العقد. مو تاخذ نصف المؤخر لانه هو قبل الدخول يعني الطلاق صار. هو هنا الحالة اللي ذكرتيها ما تستحق نصف المؤخر. نعم. لأن هو أصلا موضوع صار قبل الدخول يعني كل شيء مصاير عملية الدخول الشرعي. يعني من يقول ما يستحق؟ والخلوة يعني الشرعية. كقانون المحكمة هيك راح تقول بأنه هي ما تستحق. المحكمة راح تقول أنه هي ما تستحق. قبل الدخول مو أنا أقول وإنما القانون يقول ما دام قبل الدخول تاخذ نصف المؤخر. مو هي والسبب اللي هي بيه. شوفي يا ست إذا كان هو موافق على الطلاق أستاذ هو وافق بالأخير هاي مخالعة مباعي. نعم. عدنا يعني الصد بالتراضي بين القانون شعب هذا الموضوع يعني ذكر الطلاق بحالاته وبأنواعه. عدنا المواد تبدي من مواد 40 41 42 43 هاي فصلت. عدنا الطلاق وعدنا التفريق وعدنا المخالعة. الطلاق شخص يطلق زوجته وحدد القانون بأن لازم يكون لا مجنون لا سكران لا بحالة عصبية مو بحالة غضب. والطلاق يكون يا أما بينونة صغرى أو بينونة كبرى. البينونة الصغرى يعني شخص طلق زوجته
ويرجعون بعقد جديد. نعم. البينونة الكبرى في حال صارت ثلاث طلقات ما يقدر يرجعها بعد إلا تقترن بزوج آخر يلا يقدر يرجعها. هاي الفرق بين البينونة الصغرى. نعم صحيح. أما الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي الشخص يطلق زوجته طلاقا رجعيا صحيح، ويقدر يعني يقدرون يرجعون بدون عقد جديد. نعم. بالمناسبة بحالة الطلاق الرجعي القانون قال بأن تبقى الزوجة في دار الزوجية على موت يعني تصير ألفة بيناتهم عسى ولعل يرجعون، يتم الرجوع. بس الغالب عندنا المرأة من تطلق دقيقة ما تبقى صحيح، يعني مباشرة راح تصير مشاكل بيناتهم، هي راح تتوجه لبيت أهلها، هي راح تطلع أسوأ ما فيه، هو راح يطلع أسوأ ما فيها، وبالتالي راح يدخلون الحبابين نقدر نسميهم بالعراق. عشت على توضيحك لهذه المسائل. هسه هي هذه الحاله اذا هي بحسب ما روت لنا انه اصرارها على الطلاق في البدايه لو مشت بهذا الاجراء بدون موافقه الزوج لكان تعسفي وخسرت جميع الحقوق، لكن هي اقنعت الزوج ووافق على الطلاق، فهنا مثل ما ذكرت انه هي مخالعه. نعم، تحصل المخالعه تصير بالاتفاق، تحصل على حقوق المخالعة بالاتفاق. نعم. بالاتفاق، بس المخالعة تكون لازم تتنازل عن البذل، بمعنى يا أما تتنازل عن نفقة العدة اللي هي 3 أشهر، يا أما تتنازل عن المهر المؤجل، يا أما تتنازل عن المهر المقدم. نعم. تتنازل عن واحدة من ذني الأشياء. أكو بعض الأخطاء تصير بالمحاكم، تجي الزوجة شو تقول؟ تقول أنا الغايب مالتي 10 ملايين، تنازلت عن 5 وباقي 5، ما يصير، لا يجوز. هذا تلاعب لفظي بالقانون. نعم. القانون يقول تنازل عن البذل، يا أما عن الغايب، يا أما عن المهر المقدم، يا أما عن نفقة العدة، هذا الشيء لا يجزئ. أحسن أستاذ أحمد، ختاما دائما أخلي مساحة للإضافات، تحب تضيف شيء معين؟ والله الإضافات أنا بس أنصح النصيحة لا أكثر ولا أقل، أنصح الناس بالتوعية القانونية، ما أحكي مثاليات، بأمانة بأمانة القانون هو جوهر كل شيء. الناس اللي تقول ماكو قانون ودولة الغابة، الغابة موجودة والقانون موجود، والقانون هو اللي يحكم بالمحصلة النهائية، والدليل إذا تتوجه لأي محكمة بس تقرأ رقم الدعاوى اليوم وصله. هسه احنا بشهر الثاني اكو محاكم وصلت فيها عدد دعاوى 1800 وكسر، هذا معناه شنو؟ معناها بدأ الوعي عند المواطن العراقي يرتفع وده يتوجه للقانون أحسن ما يتجه للغة السلاح بالشارع. ونصيحة للشباب قبل لا تتزوج، الشباب يعني طبعا الجنسين الذكور والإناث، قبل لا تتزوج شوف انت بمن بدك ترتبط، لأن انت هسه حالات الطلاق بالعراق مو طبيعية، أعداد هائلة، شنو سببها؟ أسباب متعددة بس أهمها قلة الوعي. شافها حلوة راح تتزوجها، وضعك المادي ما يسمح، هي غنية جدا انت فقير كلش أو العكس، هي متعلمة كلش انت جاهل، هاي فروقات من يغمضون عيونهم عنها، بعدين بأول شهر لا والله بأول أسبوع راح تطلع. الشخصية الوهمية اللي يبنيها بعض الشباب قدام البنات، وهو الشخص الكاريزما وبعدين بمرور الحياة الزوجية راح يبين كل من على صورته الحقيقية، وبالتالي راح يصير انفصال. فخلينا طبيعيين، خلينا واقعيين، مو اللي عندك سيارة فارهة أو عندك قصر أو مو اللي هو يكون شبيه بالفنانين التركيين، أو خلي الحياة طبيعية، اتجهوا للقانون العراقي، اقروا شنو لكم من توقع على عقد، اعرف هاي بنت العالم راح تصير برقبتك وشنو القانون كفل إلها، ومن تعطيها حقوقها بعدين الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم بده يوصي، بده يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، مو انت تجي الغايب مالتها تتعبها وتتقصد الإساءة تروح للتنفيذ وتلزم سرة، انت رجال وقعت على عقد تتحمل لحد النهاية وتسلمها حقوقها بالكامل وتريد تروح، الله محمد وعلي وله. شكرا لك، شكرا جزيلا، حياك الله، الله يخليك، شرفنا، الله يحفظك، الله يبارك فيك.